بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتعرف على بعض الكومنتس اللي ممكن نستخدمهم في عمليات الانكريبشن والديكريبشن باستخدام الاوبن اس اس ال. في البداية خلينا نعمل دايركتوري ونسميه سكيورتي، ميك دايركتوري ونسميه سكيورتي. خلينا نروح لهذا الدايركتوري cd security. خلينا ننشئ ملف بداخل هذا الدايركتوري ونكتب بالداخل مثلا اي كلمة بدنا اياها، اي ايكو مثلا، اكتب اسمي على سبيل المثال وبدي اخزنها بداخل ملف اسميه file1.txt. لو بدي اجي اشوف ايش بداخل هذا الملف بدي اقول له cat file1.txt، اعطيني ايش موجود بداخل هذا الملف. هلا اللي بدنا نعمله بدنا نشفر هذا الملف باستخدام open ssl. فبنكتب له open ssl encrypt. افترض بدي استخدم الجوريثم اسمه ds، فبكتب له هنا ds. بعدين بدي اقول له ايش الملف اللي بدي اقرا منه، يلي هو الملف اللي بيحتوي على البلاين تكست. فانا عندي هون ملف يلي هو اسمه file1.txt. هلا بدي احدد وين بدي اخزن الاوتبوت. بختار اي ملف بدي اياه، مثلا اسميه على سبيل المثال cipher.txt. بضغط انتر، بطلب مني ادخل الباسورد. هنا دخلت الباسورد، طبعا لما اكتب الباسورد ما راح يتحرك المؤشر. بطلب مني ادخل الباسورد مره ثانيه، هيك اعمل عمليه انكريبشن. نشوف ايش الملفات الموجوده داخل هذا الفولدر. هاي صار في عندي ملفين، فايل 1 والملف الثاني cipher.txt. طب خلينا نشوف ايش في بداخل cipher.txt. هذا هو الملف المشفر. طب لو بدي اجي افك تشفير الملف open ssl، بس بدي اضيف فلاج واحد او اوبشن، انه اقول له بدي اعمل عمليه decrypt، فهو داش دي معناته اعمل عمليه decryption. الالجوريثم اللي بدي استخدمه ds. هلا بدي اعمل عمليه decryption. الانبوت لما اعمل عمليه decryption بدي يكون السايفر تكست، يلي هنا بهذا المثال سميته سايفر دوت تكست. الاوتبوت بدي اخزنه في ملف معين اسميه مثلا m.txt. نضغط انتر، بدي ادخله الباسورد، طبعا نفس الباسورد اللي استخدمته بعمليه الانكريبشن. هيك المفروض اعمل عمليه الديكريبشن. اقول له ليست، هي صار في عندي ملف اسمه m.txt. خلينا نشوف ايش في بداخل هذا الملف m.txt. المفروض يلي هو الملف الاصلي اللي كان موجود، او التكست اللي كان موجود بfile1.txt. لو بدي اعرف كل الالجوريثمز اللي بقدر استخدمها، هون استخدمنا ds، في الالجوريثمز غير ds. فلو بدي اعرف ايش الالجوريثمز اللي انا بقدر استخدمها open ssl encrypt، واقول له list، بعطيني كل الالجوريثمز اللي ممكن نستخدمها، منها ال AES، منها ال RC4، ال DES، ال Triple DES. ففي مجموعة مختلفة من الالجوريثمز. في برضو options ممكن استفيد منها في عمليات الانكريبشن والديكريبشن. مثلا بدي اعمل عملية انكريبشن باستخدام ال DES، نفس التكست نفس الكوماند اللي احنا كتبناه، بس افترضوا الاوتبوت بدي اخزنه بفورمات معين بحيث انه يكون مقروء نوعا ما، بدل ما يتخزن على شكل باينري، فبدي اخزنه على شكل فورمات بسموه base64. لو اجي احكي له هون داش a، اضغط انتر، احط له الباسورد. هلا لو بدي اجي اشوف هذا الملف cipher.txt، فصار بشيء مقروء، يعني هو بسموه هون base64، نوع من انواع الفورماتس
والإنكودينج اللي موجود عندنا. طب أنا ما أعمل عملية ديكريبشن ضروري أحط له داش A. طب أنا هنا بعطيه باسورد، فعليا في ألغوريثم بأخذ هذا الباسورد وبحول هذا الباسورد لكي. فلو بدي أعرف إيش الكي اللي استخدمناه في عملية الإنكريبشن، أحكي له داش P رح يعطيني معلومات، أحط له الباسورد. فهنا استخدم إشي بنسميه salt، هو عبارة عن random number بضيفه على الكي عشان لما بضيفه على الباسورد عشان يزيد الكومبلكسيتي للباسورد، وكل مرة لما نستخدم عملية الانكريبشن يعطيني كي مختلف. فهون أعطاني إيش الكي اللي استخدمه، وهون إيش بنسميه initialization vector الـ IV، برضه راح نحكي عنه لقدام شوي. مثلا لو أجي أعمل عملية انكريبشن مرة تانية استخدم نفس الباسورد راح يعطيني كي مختلف، السبب انه عمل جنريشن ل نيو كي. هلا افترض انا ما بدي استخدم السولت، هلا الافضل والديفولت اني استخدم سولت، بس في بعض الاحيان فور تيستينج افترض ما بدي استخدم سولت ممكن احكي له نو سولت. اذا قلت له نو سولت لحظه راح السولت اعطاني هون باسورد، اعطاني هون كي. لو اجي اعمل انكريبشن مرة تانية بدون استخدام السولت راح يعطيني نفس الكي. فهذه بعض الاوبشنز اللي موجودة اللي ممكن نستخدمها في عمليات الانكريبشن والديكريبشن باستخدام سيمتريكي الجوريثم زي الدي اس زي الاي اس.